كنا نايمين وفجأة ما شفنا غير المي وبلشت تفوت على الخيام. صرنا نشيل البالولاد ونركض. يعني شتوية تجي قاسية، يعني جبال بدك تضل مشغل الصوبيا، لأنه الخيام بشكل عام منا مثل البيت. أنا ما بحس بالأمان نهائياً طالما الدنيا مشتة وفي هواء، بس إنه الأولاد ناموا يا بابا ما في شيء، هلا بيروح الهواء هلا بيروح الشتاء، بس دف الولد بينام ما بيعرف شو صار. الأولاد بيخافوا من صوت الرعد وصوت المي، قبل ما يملي مي بدنا نطوف. نشكي أمرنا لله، نتوكلين على الله ونايمين شو بدنا نعمل. الله يعيشنا ونربي الأولاد عيش منيحة ما أكثر من هيك.